دائما ما أبدأ كلمتي بحكمة قديمة تقول: إذا أردت أن تحصد مرة واحدة فابذر البذور، وإذا أردت أن تحصد 10 مرات فازرع شجرة، وإذا أردت أن تحصد 100 مرة فعلم الشعب. نعم، إنه التعليم هو الذي يحدث فارقا كبيرا بين دولة متقدمة ودولة أخرى نامية تحاول أن تصل إلى هذه الدول. ولذلك فإن تطوير التعليم ينبغي أن يكون أولوية أولى لأي مجتمع يتطلع إلى أن يصبح ضمن الدول المتقدمة. وأول ما ينبغي أن يكون هناك إرادة سياسية ومجتمعية حقيقية للاهتمام بالتعليم وتطوير التعليم، وأن يكون التعليم هو أولى أولويات أي حكومة تريد أن تتقدم وتتطور في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لأن الذي ينهض بكل هذه المجالات هو التعليم ومخرجات هذا التعليم.